أرجع إلى المرجعية وليزعل البعض مني. المرجعية الأموال اللي موجودة عند المرجعية والإيرادات اللي موجودة، وحياتك ما يبقى يتيم بالعراق ولا يبقى فقير. الشهيد العراقي اللي ضحى بنفسه وعمره وعائلته وأولاده وأمه وأبوه، وبالتالي يدفن في مساحة جغرافية قيمتها متر ونص، يأخذون من عنده فلوس القبر، وين المرجعية؟ أنا مو فقير، أنا أب الدنيا، أنا عمري 8000 سنة، أنا العراق. الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس إن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وأنا أوصيهم وأبلغهم برسالة، إن لم يطولكم القضاء أقصد الفاسدين حصرا فقط، تصوروا أن قضاء الله هو العادل.